اذا خوتي اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني في القناه ديالنا بي واي ساكسيس. اليوم عاوتاني غادي نهضروا على واحد السوجي ديال الهجره، بروغرام اللي ساهل ساهل بزاف، اللي كيخول لك انك تجي لكندا بلا شروط اللغه، اجتياز امتحان اللغه بلا شروط الدبلوم، وبدون شروط المال، يعني المونطون داك الخلفيه ديال المال. يعني بروغرام ساهل ساهل ومزيان بالنسبه لكاع الناس اللي ما عندهمش النقاط باش يجيو اترافير الفيدرال. هاد البروغرام هو بروغرام بايلوت ديال لا كوميونيتي ديال يوكون. يوكون اللي هي مقاطعه كاينه في النور في الشمال. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو وغادي نوريكم اون ديتاي، غادي تشوفوا معايا المقاطعه كي دايره ولا التريتوار كيفاش داير، والبروغرام كيفاش انك تابليكي ليه والشروط ديالو. يلا ما تزابيوش. إذن اول حاجه اخوتي اجي نتكلموا شويه على المقاطعه ولا التريتوار. هو تريتوار من ثلاثه لي تريتوار اللي كاينين، كاين يوكون تريتوري وكاين نورث ويست تريتوري وكاين نونافو تريتوري. فالمقاطعه هي كتميز بالبروده ديالها، فكيف ما قلنا كتقدر تمشي فصل الشتاء كيقدر يمشي حتى 8 الاشهر، بين 7 الاشهر و 8 الاشهر. ولكن هذا ما كيعنيش بانه راه باش نخلعكم، فكاين في الانفراستركتور التجهيزات متوفره وكثيره، وكاين الشوفاج تقريبا بارتو في كل شيء، المنازل في كل شيء، في الخدمه في كل شيء، دونك ما غاديش يكون عندكم مشكل. فكيف ما قلنا هي كتميز بالبرده، ولكن هي عاوتاني كتميز بواحد القضيه اخرى، وهي الطبيعه الجماليه ديالها. ففصل الصيف فكيكون واحد الجماليه عندها بزاف، وكيكون بزاف ديال التوريست كيمشيو ليها باش اكسبلوريو ديك لا ناتور وديك الجماليه ديال الطبيعه. فالحاجه الثالثه اللي كتميزها فانه العمل، فهناك فرص شغل كثيره. البحث عن الذهب، التنقيب عن الذهب في المينغيف، في الغازن اويل، يعني كاين بزاف ديال فرص العمل. وسكي بيان هو انه الناس الكنديين اللي عايشين في كندا فكتجيهم هي شويه بعيده، فالناس ما كيمشيوش ليها باش يخدموا، دونك اللي كيخلي بان فرص العمل كثيره، واللي خلى ان الغوفرنمون يدير بحال هاد البرامج اللي ما كيطلبوش لا لغه لا حتى شي حاجه، غير باش يجيو الناس ويخدموا ويساهموا في الاقتصاد ديال التريتوار. دونك الاشكال اللي كيوقع شنو هو؟ دابا الناس ملي كتجي مثلا كيجيو بعقد عمل عادي، كتلقى عقد عمل وكتجي كتخدم مده سنه، فكتخدم مده سنه فكيكون عندك حق انك تدفع لا ريزيدونس بيرمانونت او الاقامه الدائمه ديالك. فشنو كيوقع في هذه الحاله؟ كاينين بزاف الناس، عدد كبير، ما كيكونوش عنده النقاط الكافيه باش انه يدفع الفيدرال ولا يدفع النوميني بروغرام. يعني كيوقع لي اشكاليه، كيبقى حاصل كيبقى يجدد في عقود العمل. فهذا من لي بروغرام، هذا البروغرام اللي البرنامج اللي غنهضروا عليه دابا، من لي بروغرام اللي غيساعد هاد الناس مثل هاد الناس انهم يلقاو يصوبوا الاقامه الدائمه ديالهم بسهوله. حاجه اخرى، فانت اخويا ولا اختي قبل انك ما تجي من المغرب ولا ما تجي من اي دولة اخرى وتجي تدخل كندا بواحد العقد وتسنى واحد العام وما عرفتيش واش غتاخد اقامة دائمة ولا لا، فهاد البرنامج كيخول لك انك تعرف من ديبار، من ديبار كتجي وكتقدر تصوب اوبن ورك بيرميت، كيصوبوا لك عقد عمل مفتوح، وكتقدر تخدم في بليزيور عند بليزيور امبلويور، وفيه دي فاسيليتي اللي غادي نشوفوهم دابا توت سويت. اذا شروط البرنامج، من شروط البرنامج اول شرط اللي كطلبوا هذا البرنامج هو شرط عقد العمل. يعني خاصك تلقى عقد عمل هي اول حاجه. عقد العمل كيف ما كنقولوا بان باش تلقى عقد عمل في كندا هو صعيب وداك الشيء، ولكن بالنسبه لهاد المقاطعات ولا هاد لي تيريتوريز فهما عندهم خصائص كبير، لان جاو في لونور ما كاينش ما كيلقاوش اللي يخدم اليوم. يعني كاين فرصه كبيره بانك تلقى عقد عمل. وكيف ما قلت لكم باش تلقاو عقد عمل، فانا بارطاجيت معكم بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال الحوايج، كاين غتمشيو غير لاشين ديالي تلقاو، وواحد لو سيت ويب اخر ديال اليوكون اللي غنشوفوه دابا، هو تقدروا تجيو هنا، هذا خاص باليوكون.
هما لي بوست تاع يوتيليتي كليرك بارت تايم باكاجين اسيستنت. دونك هنا تقدر تقلب على عقد عمل وترسل لهم تصوب السيرة الذاتية تكون مزيانة كيف ما درتها في واحد الفيديو بالطريقة الكندية وتقلب على البوست ديالك ويجيب ويجعل الله خير وتقلب في جوب بانك تقلب في بلايص اخرين اللي هضرت عليهم انديد قلب في اي حاجة تقدر دير كابينيت ريكروتمون في جوجل ودخل قلب عليه ديال ليوكون وتسجل معاهم وبقى تصيفط لهم السيرة الذاتية ديالك. هذا من جهة اخرى. النقطة الثانية اخوتي هو الشرط الثاني هو على دوموند ديال لا نوميناسيون بروفانسيال. فانت كتعمل واحد الطلب ديال بالنسبة للحكومة ديال ليوكون وهذاك الطلب كديرو اون فوا كتشد عقد العمل. اي كتشد عقد العمل كدير داك الطلب. ملي كدير داك الطلب انا غنوريخلي لكم اللينك في الديسكريبسيون كتمشي للسيت ديال ليوكون ديال لا بروفانس ديال التيريتوري ديال ليوكون وكتجي ها هما جينيرال انكويريز على الهاتف على الايميل الميلين ادريس بغيتي ترسل لهم فيا بوست يعني كلشي كاين هنايا داكوغ. اذا فشنو هو كيوقع ملي كتاخذ نومينياسيون بروفانسيال فكيكون عندك الحق انك تدفع للعقد البيرمي ترافاي اوفير في اطار لا موبيليتي انترناسيونال يعني كتدفع لواحد التصريح بشغل مفتوح اللي كيخوليك انك تخدم عند نيمبورت كيف في ديك المنطقه المدينه اللي غتمشي ليها ماشي في مدن مختلفه ولكن في ديك المدينه اللي غتمشي ليها تقدر تخدم عند بليزيور بيرسون بليزيور امبلوير تخدم عند بزاف الناس وكيف ما قلنا هو لو سيت ويب ديال الغوفرنمون كيف ما كيقول هو بروغرام دو موبيليتي انترناسيونال بروغرام بايلوت كوميونيتير دو يوكون. الناس بالنسبه للناس اللي ما تيهضروش بالفرنسيه فانه يجيو كنصحهم انا يجيو هذا ويب سايت ديال الحكومه الكنديه فانه يقدر يجي ويدير انجليش ويقراه بالانجلي وغادي يفهم هنا لي كونديسيون كاملين كاينين داكوغ. دونك هذا من جهه فانك تدفع البيرمي ترافاي البيرمي ترافاي كيعطيوه ليك فيه سنتين كيكون لمده سنتين واو ميم طون كتكون انت دافع الوراق ديك الساعه دافع الاقامه الدائمه ديالك انت خدام عند بليزيور بيرسون وكتكون دافع في نفس الوقت الاقامه الدائمه. النقطه الثالثه هي انك عقد العمل اللي غادي تلقاه خاصو يكون من في وحده من المدن التاليه. هاد المدن المختاره من طرف التريتوري ديال يوكون اللي هي كاركروس كارماكس داوسن سيتي هينز جانكشن واتسون ليك وايت هورس. وايت هورس هي العاصمه فيها تقريبا 30,000 نسمه والمدن الاخرى فهي صغيره شويه ولكن اللي خاصنا نعرفوه هو انه هاد المدن فيها فرص شغل كثيره وكل مدينه عندها السيت ويب ديالها ديال المونيسيباليتي ديالها وتقدروا تدخلوا السيت ويب ديال كل مدينه من هادو وتقلبوا على عقد العمل في السيت ويب ديالها كما انكم تقدروا تقلبوا بالطرق الاخرى اللي شفناها في فيديوهات اخرى. دونك في وحده من لي كونديسيون اللي ما كايناش في حتى شي بروفانس وفي حتى شي تيريتوري هو انه ملي كتجي وكتخدم مع واحد رب العمل هنا بواحد مثلا عقد عمل مغلق ماشي مفتوح فانك ملي كتسالي هذيك السنه وكتبغي تابليكي دير الابليكيشن للاقامه الدائمه اترافير البي ان بي يعني اترافير المقاطعه يعني عن طريق المقاطعه ماشي عن طريق الفيدرال ماشي لونتري اكسبريس فالمقاطعه انك تطلب ليك اي مقاطعه كتطلب ليك واحد العدد ديال الساعات خصك تخدمه وهذوك عدد الساعات خصك تخدمه مع واحد المشغل ماشي مع بزاف ديال المشغلين واحد مشغل. في هذه الحاله هنا شنو عطاوك سهلوا لك الماموريه اكثر فانك تقدر تخدم عند ثلاثه ديال المشغلين بارت تايم يعني ثلاثه المشغلين في نفس الوقت وفي نفس المدينه ولكن مع شروط وهذوك ثلاثه المشغلين ملي كتسالي سنه ديال العمل خاصك تكون كملتي 1560 مجموع ديال 1560 ساعه. الا كملتي 1560 ساعه كوساسوا مع واحد المشغل اوكي ماشي مشكل. الا ما عندكش واحد المشغل مثلا عندك ثلاثه المشغلين كل واحد فيه كتخدم معاه 4 ساعات في النهار ولا 3 ساعات في النهار فممكن المهم هو انك تكمل 1560 ساعه في الاخر ديال السنه.
فهذا شرط اللي هو جد 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 جيد اللي كيلقاو فيه الناس بزاف ديال المشاكل. فالا كنتي مربوط بواحد المشغل في بيرمي ترافاي فيرمي يعني مغلق, عقد عمل مغلق, فشنو كيوقع لك انك كتكون مربوط به ولا ما عطاكش الساعات الكافيه. فمني كتسالي هذيك السنه ما كتقدرش انك تابليكي البي ان بي ديال ديك المقاطعه, وهذا كاين بزاف ديال الناس كنعرفوا ما انا واقع لهم هذا المشكل. غنشير لكم بالامر واحد جوج نقطات اخرين مهمين, نقطتين مهمتين كثار بزاف. هو انه في حاله ما انك ضاع لك العمل, انا رب العمل اللي جابك خديتي عقد عمل وجابك اليوكون وما قدرش انه مازال يعطيك ديك داك العقد العمل يعني كي ليسونسي كيجري عليك من العمل ولا شي حاجه بحال هكا, ففهاد اللحظه فماشي فحال لي زوتر بروفانس انك كتبقى راسك خاصك تقلب على يجب ان تبحث لنفسك عن عقد العمل وكل شيء. فهاد البروفانس فهاد المقاطعه وفهاد البروغرام هاد البرنامج بالضبط, فالمقاطعه بنفسها ملي كيضيع لك العمل ديالك هي كتونجاجا معاك باش كتقلب لك على عقد عمل اخر, ماشي كتردك فحالك, ما كتقلب لك على عقد عمل باش انك تقدر تكمل ديك 1560 ساعه في العام باش انك تقدر تاخذ الاقامه الدائمه ديالك. فهذا جد 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 مهم, حاجه اللي مهمه بزاف اللي ما كيناش في مقاطعات اخرى ولا تيريتوار اخرين. النقطه الثانيه اللي بغيت نشير لها هو نقطه ديال الزوجه. في حاله ما انك جيتي بعقد العمل وبغيتي تدفع لهذا البيرمي ترافاي اوفر, هذا العقد عمل التصريح بشغل مفتوح اللي كيخول لك انك تاخذ الاقامه الدائمه, فالعمل ديالك الا كانت لا سي ان بي ديالك لو كود ديال لا بروفيسيون اللي هضرنا عليه شحال من مره سي ان بي يعني النوك بالانجلش ان او سي, الا كان 0 ا او بي فممكن انك تجيب معك الزوجه ديالك بعقد بتصريح شغل مفتوح بيرمي ترافاي اوفر. في حاله ما عندك سي ان بي سي ولا دي اللي هي سيمي سكيلد وركر, ففي هذه الحاله ما كتقدرش انك تجيب معك الزوجه ديالك حتى كتشد الاقامه الدائمه, كتجي انت بوحدك حتى كتشد الاقامه الدائمه ديالك عاد باش كتصيفط ليها باش تجيبها داكوغ, ولا العكس الا كانت الزوجه هي اللي جايه فلا ميم شوز واحد فيكم. دونك اذا خوتي داك الا كنتي ما عندكش دليل المبلغ المالي وما عندكش ديبلوم وما عندكش ما بغيتيش دير اجتياز امتحان لغه يعني اللغه ديالك ناقصه ضعيفه وبغيتي تجي لكندا, فهذا هو البرنامج. فهادشي كامل مطلوب كيف ما شفتوا في لي كونديسيون في السيت اوفيسيال في الويب سايت اوفيشال ويب سايت ديال الغوفرنمنت, هادشي اللي مطلوب, ما عليكم ان تلقاو عقد عمل وتجيو. فاتيتروبوزي جيو قراو الارتيكل بغيتي تفهموا ميو اكثر عاوتاني جيو الارتيكل غنخليه لكم في الديسكريبسيون, وشوفوا غنخلي لكم كاع لي زارتيكل الاخرين لا ديال الغوفرنمون لا ديال اليوكون, وشوفوا مع راساتكم. وانا كنصح بزاف الناس اللي عندهم نقاط ضعف انهم يشوفوا هذا البروغرام. دونك كيف ما ديما لايك شير سبسكرايب وما تنساوش اللي كيعجبكم الكونتينو, بقاو ديما تدعمونا ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. يلا تشاو.